الحقيقة بس أنا عايز أبدأ الحقيقة إنه طبعا بشكر معالي الوزير على اهتمامه الحقيقة الشخصي واهتمامه كمسؤول في الدولة والحكومة المصرية، وسعيد جدا إن يبقى في استاد في مصر يتم يعتبر يعني افتتاح مبدئي، يبقى في بطولة بيرعاها الفيفا تكون في استاد العاصمة الإدارية، فده حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي. وفي نفس الوقت النهاردة أنا موجود مع معالي الوزير برضو دعم للجهاز الفني المصري، كلنا في ظهره خلال الفترة الجاية، ومحتاج دعم كبير الجهاز خلال المرحلة الجاية، بنتمنى لهم التوفيق. أما في مخصوص الدورة دي، كان في اتجاه من التحدي الدولي خلال الفترة اللي فاتت إنه يبقى في بعض القارات اللي هي سلسلة الدورات الودية، وبالتالي طبعا إدراج مصر في هذه البطولة ده بالنسبة لنا ده حاجة مهمة جدا تستمر في السنوات القادمة، وده مهم. مصر بلد كبيرة، مصر رائدة إفريقية دورها كبير جدا، فأعتقد أنه اختيار مصر كان مهم حتى للاتحاد الدولي قبل ما يبقى مهم لمصر. وإن شاء الله بس نتمنى طبعا أن الجمهور يكون متواجد وحاضر في الملعب، وده مهم جدا عشان يظهر مظهر الاستاد بالشكل المناسب ان شاء الله. باشمهندس هاني، شايف ان في دعم لا محدود من القياده السياسيه ومن الدوله المصريه؟ بنشوف طفره فيه على مستوى الابنيه على مستوى المنشات. كواحد من ابناء الدوله المصريه، رسالتك ايه لكل افراد المنظومه الرياضيه سواء الجماهير المنظومه الاعلاميه؟ هو بص، يعني احنا الفتره الجايه طبعا انت شايفين انه في تطوير بشكل كبير جدا في جميع مناحي الحياه، مش بنتكلم على مستوى الرياضي بس، انما بنتكلم على مستوى البنية التحتية في مصر كلها، ومن ضمنها هو المنشآت الرياضية. نحن سعداء طبعا بوجود استاد بهذا الحجم، وإن شاء الله يبقى فيه تطوير المرحلة الجاية للاستادات الأخرى، يعني أنا متأكد أنه في خلال السنوات القادمة يبقى فيه أكثر من استاد بالشكل ده، أن مصر زي ما قلت بلد مهمة جدا جدا وتستاهل أن يكون المنشآت الرياضية بتاعتها على أعلى مستوى، وده طبعا مجهود للحكومة. وزي ما بقول في بداية حديثي بشكر الاخ الصديق العزيز الدكتور اشرف صبحي على اهتمامه ان هو طبعا متواجد في الملعب النهارده بيأزر المنتخب، ده مهم جدا بالنسبه لنا كلنا.